وبس كده بقى خلاص. بصوا اللحم دايب، الفاصوليا بقت دايبه، وخلصت طبختي. هذه النجمه اللي احنا حطيناها بتخلي الاكل طعمه رهيب. تبارك الرحمن، ما شاء الله، لا اله الا الله. شوفوا اللحم دايب دايب والفاصوليا دايبه. جربوا الطريقه بتاعتي دي، حتى الصلصه بتاعتها، بصوا منظر الصلصه حقيقي رهيبه، منوره كده وجميله، وفي نفس الوقت الفاصوليا دابت مع اللحم. وبس كده انا خلاص خلصت حلقتي معاكم، وعلينا وعلى عيونكم بالف عافيه. ما تنسوش تضغطوا لايك، وانزلوا بسرعه اضغطوا على كلمه اشتراك، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشوفوا عيشي تبارك الرحمن من نثري، بس حطيت له ماي وخليته يفوح. شوفوا استوى وصار رهيب 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 تبارك الرحمن. يلا تمام، هنبدأ بقى نعملها ازاي. بتسلقي لحمتك عادي بالطريقة اللي انت بتحبي تسلقي بيها، طماطمية مبشورة، بصلاية مبشورة، فلفل اسود، ملح، عود درسين، نجمة، لان النجمة اللي بتديله طعم تحفة. وهتسلقي اللحمة خالص وهي بتتسلق نص سوا بس. هتنزلي بالكوباية بتاعتك الفاصوليا، طبعا الفاصوليا سيبيها منقوعه ساعتين، يعني انت صحيتي النهارده ناويه تعملي النهارده فاصوليا، يبقى هتنقعيها لغايه ما تيجي تعملي اكلك. مستعجله يبقى هتسلقيها مع اللحم من البدايه، تمام؟ دي الخطوه اللي بتميز الفاصوليا بتاعتي، بتخليها دايبه جدا. لما تعالوا بقى كده معايا هنا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، استوت تعتبر، قولي استوت خلاص. شايفين الفاصوليا واللحم صار مهري مهري. هنا بقى هاخد علبة معجون الطماط وهنزلها بس، وهغطي عليها واسيبها 10 دقايق تتسبك معاها. وطبق الفاصوليا بتاعي كده يعتبر خلاص خالص. هوريكم الشكل النهائي وانا بغرف. وبس كده بقى خلاص. بصوا اللحم دايب، الفاصوليا بقت دايبه، وخلصت طبختي. هذه النجمه اللي احنا حطيناها بتخلي الاكل طعمه رهيب. تبارك الرحمن، ما شاء الله، لا اله الا الله. شوفوا اللحم دايب دايب والفاصوليا دايبه. جربوا الطريقه بتاعتي دي، حتى الصلصه بتاعتها، بصوا منظر الصلصه حقيقي رهيبه، منوره كده وجميله، وفي نفس الوقت الفاصوليا دابت مع اللحم. وبس كده انا خلاص خلصت حلقتي معاكم، وعلينا وعلى عيونكم بالف عافيه. ما تنسوش تضغطوا لايك، وانزلوا بسرعه اضغطوا على كلمه اشتراك، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشوفوا عيشي تبارك الرحمن من نثري.